خليني اقول لحضراتكم سر قبل الحلقه واحنا بنقدها، يعني الجهاز الفني بالجهاز الاداري كل الناس قالوا لا اللعيبه اللي تطلع واللعيبه هم اصحاب او الفضل في المكسب، ودي كانت حاجه يعني الحقيقه يعني جميله جدا وحاجه تدل على النادي الاهلي دايما بيقدم ولاده لقدام، دايما بيقدم اللعيبه لقدام. الحقيقه كان لازم يكون معانا في اليوم ده وفي الفرحه دي احد الداعمين واحد يعني اللي كان ليهم دور كبير جدا في كل الانجازات اللي حصلت في قطاع المأكل. معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء. اهلا بيك يا كابتن وائل. كابتن وائل عزت اهلا بيك يا كابتن. سامعني؟ اهلا يا باشمهندس هيثم، وسعداء جدا جدا بوجودك معانا، وانت على طول وشك حلو علينا يا كابتن. ده الوش الحلو والمجهود كل حاجه الفضل يرجع لكم. انا بشكرك يا كابتن، ويمكن انت وعدتنا من اكتر من سنتين ان الوتر بول هيبقى لها شان تاني، وقد كان. شايف ده اتحقق ازاي يا كابتن وائل؟ والله يا باشمهندس الفرقه دي ثابت جدا، انا بشكر كل اللعيبه عندك، وانا كنت حريص كل اللعيبه تطلع لان هم دول مجهودهم. بشكر الجهاز الفني وبشكر الجهاز الاداري، بشكر العمال بتوع حمام السباحه، بشكر كل الناس، لان خد بال حضرتك احنا زي ما بيقولوا احنا دي منظومه احنا بنكبرها وبنحافظ عليها وبنحط لهم كل عوامل النجاح. الولاد طلعوا رجاله وشرفونا، وان شاء الله زي ما انت قلت اصعب حاجه الحفاظ على المكسب. نعم. احنا ان شاء الله بنبارك لهم النهارده، هنفرح بيهم من بكره ان شاء الله نبدا ثاني، لان احنا عايزين نعمل الانجاز اللي احنا على فكره انا اقول لك معلومه، اتفضل. اخر واحد رفع الدوري كنت كابتن الفرقه، واخر واحد وبعديها بطلت، وببقى متشرف النهارده معايا الفرقه دي بما فيهم ابني وابن اخويا، وان شاء الله بمشيئه الله هنفرحك كل سنه ان شاء الله الرجاله اللي معاك دول اللي النادي الاهلي بيتشرف بيهم. طب كابتن وائل، ما ينفعش النهارده مع حضرتك تكون معايا وما اسالكش عن دعم مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير عامل فاروق، كل يعني المجلس، كابتن مي عاطف كانت موجوده في المباراه النهائيه، يعني كلمني عن دعم مجلس الاداره ليك المتواصل، يعني ده مهم جدا اسمعه منك يا كابتن. دعم مجلس الاداره بدايه من كابتن محمود، معالي الوزير العامري، الباشمهندس خالد مرتجي، اعضاء مجلس الاداره كلهم، مي عاطف عشان هي طبعا بنت السباحه، عايزين ننسى دور الباشمهندس فهد العوضي، راجل صراحه ما بيتاخرش علينا. احنا عايز اقول لحضرتك هي منظومه، وانت عارف حضرتك منظومه النادي الاهلي وحضرتك كنت لعيب فيها، فاهم قد ايه الناس من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي بيتعب عشان نحافظ على النجاح ده ونحافظ على اسم النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنتشرف. اكيد كابتن وائل عزت رئيس الجهاز بشكرك وببارك لك يا كابتن وائل، ودايما معانا في الانجازات والبطولات وتحقيق الاهداف. بشكرك كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، كان معانا عبر الهاتف. يا جماعه اكيد طبعا المكسب ما بيبقاش من فراغ، زي ما قلت لحضراتكم هي منظومه مثلث، جهاز فني، لاعبين، مجلس اداره، نشاط رياضي، في النهايه الفوز بيكون على هذا الطريق. خلينا طبعا زي ما اتعودنا ودايما بنتعود كابتن الفريق، كابتن طبعا عبد الستار، خش بقى معايا يا كابتن، وعايزين بقى ايه نقطع التورته، وده التقليد بتاعنا الدائم في قناه النادي الاهلي. ايوه ايوه بقى، عايز اشوف الوتر بول وايديهم الجامده. ايوه الله ينور الله ينور. الف مليون مبروك، الف مليون مبروك الانجاز الكبير، الف مليون مبروك. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه يعني بامانه من احلى الحلقات اللي عملناها في سلسله، طبعا كل ابطالنا يعني حاجه تشرف، ولكن الحلقه دي انا كان نفسي تشوفوا قد ايه الطاقه الايجابيه اللي كانت في الاستوديو ويعني والحيويه والحماس. انا بقول لكم ان شاء الله ما تقلقوش على الوتر بولو في النادي الاهلي طول ما الرجاله دي موجوده وطول ما في دعم من مجلس اداره ووجود كابتن وائل عزت وليد عزت والمجموعه بالكامل، اكيد ما نخافش على الوتر بولو ايضا العاب الماء في النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه قادمه مع سلسله تكريم الابطال في قناه النادي الاهلي.